بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعليه نتوكل. طلاب الفرقة الثانية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نبدأ مع بعض النهاردة محاضرة جديدة من محاضرات مادة المحاسبة في شركات الأموال. طبعا احنا اتقابلنا مع بعض في المحاضرة المباشرة في المدرج، واتكلمنا وقلنا ان كان في عندنا نوعين من الشركات. كان في حاجة اسمها شركات أشخاص، وهذا ما تم تناوله في المقرر الخاص بمادة المحاسبة في شركات الأشخاص في الترم الأول. وإن شاء الله الترم ده هنتكلم عن المحاسبة في شركات الأموال. في عندي طبعا أنا أتكلم عن الشركات الأموال المتعلقة بالقطاع الخاص، تمام كده؟ طيب الشركات الأموال التابعة للقطاع الخاص عندي ثلاث أنواع من الشركات. عندي حاجة اسمها شركات مساهمة، وحاجة اسمها شركات توصية بسيطة، شركات توصية بالأسهم، وحاجة اسمها شركات ذات مسؤولية محدودة. تعال أول نتكلم عن الشركات المساهمة. الشركات المساهمة هي شركات بينقسم رأس المال فيها إلى أجزاء صغيرة الحجم زي ما احنا اتفقنا، قلنا يطلق عليها أسهم. يبقى هي شركات ينقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة، يبقى لازم كل الأسهم بتاعت الشركة تكون قيمتها ايه؟ متساوية، يمكن تداولها على الوجه المبين بالقانون الخاص بالشركات رقم 959 لعام 1981. طيب مسؤولية الشريك في شركة المساهمة هي مسؤولية محدودة. يعني ايه؟ يعني الشريك مسؤول في حدود قيمة السهم. مسؤول في حدود قيمة ايه؟ السهم. يعني يوم ما الشركة تفلس كل اللي الشريك يخسره هو قيمة السهم فقط لا غير. طيب عنوان الشركة، اسم الشركة هيكون ايه؟ اسم الشركة، الشركة بتشتق عنوان من الغرض الذي انشأت من اجله، وما ينفعش بأي حال من الاحوال ان يكون من ضمن اسم الشركة اسم أحد الشركاء. الشركة بتدار ازاي؟ عن طريق مجلس إدارة بتختاره الجمعية العمومية المكونة من حملة الأسهم أو ملاك الشركة اللي هم معاهم الأسهم. الجمعية العمومية هتختار مجلس إدارة يدير الشركة لمدة 3 سنوات. مجلس الإدارة بعد ما يتم انتخابه من قبل الجمعية العمومية يعين رئيس من بين أعضائه. هم بقى اخترنا أعضاء الجمعية العمومية، اختارهم مجلس إدارة. بعد ما بنخلص مجلس الإدارة بيتم اختيار أحد الأشخاص من ضمنه يكون رئيس مجلس الإدارة، وينتدب المجلس عضو أو أكثر لأعمال الإدارة الفعلية، وبنسميه العضو المنتدب. ده اسمها شركات المساهمة. أما النوع الآخر وهي شركات التوصية بالأسهم، هي شركات يتكون رأس مالها من حصة أو أكثر، يملكها شريك متضامن أو أكثر، وأسهم متساوية القيمة يكتتب فيها مساهم او اكثر. يعني رأس المال هنا ميكس بين حاجتين، مشترك رأس مال مملوك لشريك متضامن والباقي عبارة عن اسهم. حد فاكر يعني ايه كلمة شريك متضامن اللي احنا خدناها الترم الاول؟ كلمة شريك متضامن معناها ان الشريك مسؤول مسؤولية غير محدودة، يعني اي ديون على الشركة لو الشركة فلست هو يتحملها. يبقى شركة التوصية بالأسهم فيها نوعين من الشركاء،
فيها شريك متضامن اللي هو يملك الحصة، وفيها شريك موصي اللي هو بيملك السهم. طب الشريك الموصي اللي بيملك السهم، لا ده مسؤوليته مسؤولية ايه؟ محدودة في حدود قيمة الأسهم التي تم الاكتتاب ايه فيها. طيب عنوان الشركة، هنا عنوان الشركة عبارة عن اسم أو أحد أسماء الشركاء المتضامنين دون غيرهم. يعني ما ينفعش شريك موصي يتحط اسمه في عنوان ايه الشركة. طب النوع الثالث اللي هي الشركات ذات المسؤولية المحدودة، دي شركة عدد الشركاء فيها ما يزيدش عن 50 شريك، يقسم رأس مالها إلى حصص متساوية القيمة لا تقل لكل منها عن 100 جنيه. ورأس مال الشركة دي في شرط كمان، إنه لا يقل عن 50,000 جنيه. ما هو أنت لو لاحظتم 50 شريك والقيمة ما تقلش عن 150، في 100 بكام؟ ب50,000. طيب الشريك هنا مسؤول ايه؟ مسؤول مسؤولية محدودة في حدود حصته. طيب الشركات ذات المسؤولية المحدودة، شركات لا يجوز إصدار أسهم أو سندات قابلة للتداول في الشركة دي. يعني الشركة دي مش فيها أسهم، ده فيها إيه؟ حصص. الشركة دي ما أقدرش أعمل لها اكتتاب في البورصة. الاسم يكون اسم خاص بها أو اسم مستمد من غرضها، ويمكن اسم أحد الشركاء يظهر فين؟ في العنوان. طبعا نظرا لما نشوف الثلاث أنواع اللي معانا، أكثر الشركات شيوعا وتواجد هي شركات المساهمة، وعشان كده إن شاء الله سوف تقتصر الدراسة على الشركات المساهمة، سوف تقتصر الدراسة على الشركات مين؟ المساهمة. طيب احنا من شوية اتكلمنا عن الشركات المساهمة وقلنا مفهوم ليها واتكلمنا عنها، نفتكر اللي احنا قلناه لسه من دقيقتين، قلنا الشركة المساهمة كأي شركة أخرى عبارة عن عقد أو اتفاق تعاقدي يجيب عليه المؤسسون، تمام كده؟ قابلية الحصص اللي هي الأسهم للتداول. الشركة المساهمة شخصية معنوية أو اعتبارية منفصلة عن الأفراد، لها اسم تجاري يشتق من الغرض من إنشائها. مسؤولية الشريك مسؤولية محدودة. في هناك بعض الإجراءات التي حددها القانون لتأسيس وتكوين شركة المساهمة. طيب في مجموعة من الخصائص التي تميز شركة المساهمة عن غيرها من الشركات الأخرى. أول خاصية إن شركة المساهمة شخصا معنويا. يعني إيه؟ يعني اعتبارها شخص معنوي أدى إلى وجود بعض الخصائص التي تتميز بها شركات المساهمة. زي إيه؟ إن أصبح ليها ذمة مالية مستقلة تمكنها من اكتساب الحقوق والالتزام بالالتزامات. أصبحت كأنها شخص ما بتتعاملش باسم الشركاء بتوعها. عادة لما يكون اسم الشريك في عنوان الشركة بنيجي نقول الناس بتتعامل مع الاسم مع الشريك عن الشركة، لكن في الأنواع دي لا، ده هنا التعامل بيتم مع الشركة ذاتها. رأس المال في الشركة دي مقسم إلى أجزاء صغيرة، قلنا اسمها إيه؟ أسهم، صح. طيب أما جاء قسم رأس المال لأجزاء صغيرة القيمة، معنى كده ان انا بتيح الفرصة لصغار المدخرين او المستثمرين على الاستثمار في هذا النوع من الشركات. الخاصية الثالثة ان مسؤولية الشريك في هذه الشركات مسؤولية محدودة. يعني ايه؟ انا مسؤول في حدود قيمة الاسهم، لو الشركة فلست
ولا حد يجي لي ولا يقرب لي، ماليش علاقه بيكم، انا اخري اخسر فلوسي بتاعه ايه؟ الاسهم. طيب الخاصيه الرابعه، ان اسهم الشركه قابله للتداول بالطرق التجاريه. يعني اسهم شركه المساهمه يمكن ان يتم تداولها عن طريق التسليم في حاله الاسهم لحامله، القيد في دفاتر الشركة في حالة الأسهم الإسمية، التظهير في حالة الأسهم لأمر أصحابها. يبقى معنى كده إن الشريك ماهوش محصور أو مربوط بالحصة بتاعته، لا ممكن يخرج من الشركة دي ويستثمر في الشركة دي وهكذا. تمام كده؟ خامس خاصية طبعا، إن احنا لما نقلل قيمة السهم هيجينا مساهمين كتير. طيب المساهمين الكتير دول يصعب ان هم يديروا ايه؟ الشركة. فعشان كده هيختاروا مجموعة تكون مسؤولة عن ادارة الشركة، بحيث تعمل المجموعة دي. الخاصية السادسة، ان الشركة المساهمة يشتق عنوانها من الغرض الذي انشئت من اجله. طيب تكوين شركة المساهمة، القانون فرق بين حالتين لتكوين شركة المساهمة. الحالة الأولى إن أنا يبقى عندي أسهم أطرحها لاكتتاب العام في سوق الأوراق المالية. طب الحالة الثانية، لا ده أنا مش هطرح الأسهم، أنا كونت شركة بس مش هطرح الأسهم بتاعها للاكتتاب العام. تعالوا نتكلم عن الحالة الأولى. أول حالة اللي هي إجراءات تأسيس الشركة في حالة طرح الأسهم للكتاب العام. أول حاجة هنحرر العقد الابتدائي والنظام الأساسي للشركة، طبعا ده عن طريق المؤسسين، تمام، اللي لازم ما يقلوش عن 3 أشخاص طبيعيين في العقد ده. وتحديد النظام الأساسي للشركة، هيحددوا اسم الشركة وغرضها ومركزها ومدتها وقيمة رأس مالها، أسماء المؤسسين، خصائص كل نوع من أنواع الأسهم، قيمة مصروفات التأسيس، الحصص غير النقدية، أسباب المزايا التي تقرر المؤسسين. بعد كده حررنا العقد، بحرر النظام الأساسي للشركة اللي هو بيعتبر اللائحة الداخلية اللي بنلتزم بقواعدها فين؟ في الشركة. طيب بعد كده يتم الاكتتاب في رأس المال. انا اللي يهمني ان انا ابقى عارف دي، الا يقل رأس المال المصدر للشركة عن 500,000 جنيه، والا يقل ما يكتتب فيه مؤسس الشركة من رأس المال عن نصف رأس المال او ما يساوي 10% من رأس المال المرخص به، اي المبلغين اكبر. تمام كده؟ طيب بعد كده في مجموعة شروط قدامنا اهي. الله تقيم الاسهم تروح للاكتتاب العام عن 25% من مجموع قيمه الاسهم النقديه، تمام، دي مجموعه من الخصائص. بعد كده بيطلع الترخيص بتاسيس الشركه. بعد كده بيتم اجراءات اشهار الشركه. الحاله الثانيه ان انا الاسهم ما يتمش الاكتتاب فيها، ان انا اعمل ايه؟ اللي انا اخلي الاكتتاب للمؤسسين بس اللي اسسوا الشركه، هم اللي يستولوا على راس المال او راس المال بتاعه. هنا راس المال يجب الا يقل عن 250,000 جنيه. تتلخص اجراءات التاسيس في صدور محرر رسمي من المؤسسين جميعا يشتمل على الآتي: العقد الابتدائي للشركة ونظامها الأساسي، إقرار من المؤسسين بأن أحكام العقد والنظام الأساسي مطابقة، إقرار من المؤسسين بأنهم اكتتبوا في جميع الأسهم، ما يفيد بأن الحصص العينية قد قومت وفقا للقانون، تتخذ نفس إجراءات إنشاء الشركة كما في حالة الاكتتاب العام، لا تكتسب الشركة في هذه الحالة الشخصية المعنوية. سواء بقى في الحالة الأولى اللي أنا تم الاكتتاب العام، أو الاكتتاب ما تمش بشكل عام، أي مخالفة للإجراءات اللي فاتت
يقع باطلا كل تصرف او تعامل او اقرار يصدر على خلاف القواعد المقررة في قانون الشركات، وبالإضافة إلى ذلك فإن المؤسسين يلتزمون قبل الشركة ونحو المؤسسين بالتعويض متى حكم ببطلان الشركة بسبب الخطأ في إجراءات التأسيس. كما أن قانون الشركات قد نص على إجراءات جنائية في حالة الإخلال بقواعد التأسيس. طبعا دي وظيفة الجمعية العامة للمساهمين اللي هم حملة الأسهم، تمام، لهم حقوق في إيه؟ تعديل نظام الشركة، النظر في حل الشركة أو استمرارها، انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، مراقبة أعمال المجلس، المصادقة على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر، المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة، الموافقة على توزيع الأرباح، تعيين مراقب الحسابات، إصدار السندات. وإلى جانب طبعا في حاجة اسمها جمعية عمومية غير عادية، دي بتختص بتعديل نظام الشركة، النظر في حل الشركة أو استمرارها إذا بلغت الخسائر نصف رأس المال، زيادة وتخفيض رأس مال الشركة. طبعا في مجموعة من الحقوق بيحصل عليها حامل السهم اللي هو مالك السهم اللي هو عنده جزء من رأس مال الشركة. أول حق إن أنا مدام من الملاك ومعايا سهم إن أنا إن أنا أحصل على أرباح من التوزيعات. يعني ايه الارباح اللي بتحققها الشركه الموزعه بتوزع على حمله الاسهم. حق التصويت، يعني ليه حق، ليه صوت في الجمعيه العموميه. خدوا بالكم مش عدد الملاك هم اللي لهم اصوات، لا، ده كل سهم له صوت. يعني انا لو عندي 1000 سهم يبقى ليا 1000 صوت، معايا 100 سهم يبقى معايا يبقى انا ليا 100 صوت، معايا سهم واحد يبقى انا ليا ايه صوت. المشاركه في الاكتتابات، يعني اي اسهم جديده تصدرها الشركة أنا ليا الأولوية فيه. الحق على حصول عند التصفية، يعني الشركة لو هيتم تصفيتها لا ده أنا ليا نصيب من قيمة التصفية. مصادر الأموال في الشركة نوعين، مصادر مملوكة للمنشأة وده رأس مال الأسهم، ومصادر مقترضة اللي هي القروض الخارجية، تمام. وإن شاء الله من أول المحاضرة القادمة هنبدأ نتكلم عن الأسهم وتعريفاتها وأنواعها المختلفة. وإلى اللقاء في محاضرة قادمة بإذن الله، والسلام.